اسمي يوسف الشدادي، مواليد الدار البيضاء، 30 سنة، شغال في دولة الإمارات في مدينة دبي، وشغال بيلوت دولين مع إميريتس إيرلاين. الحمد لله كانوا والدي ديما مورايا دافعيني من اللور، شنو ما كنت زعما تنبغي كانوا معايا، تعاونوني في الدراسة في البريمير الكوليج الليسي، قروني زعما في أحسن المدارس والحمد لله. زعما ما ديما نقول زعما كلشي مزيان داز. بريمير قريت في هدف بنيس، من بعد قريت في المدينة، والكوليج الليسي قريتو في الليسي أرجو. أنا ملي كنت صغير كانت في عمري 4 سنين 5 سنين كنت باغي ندير بيلوت، أنا عندي الوالد ديالي تيدير نفس الحرفة، دونك كبرت معاه في الدار وكنت تنشوفو ديما تيلبس لونيفورم تيمشي يخدم، وكنت كان ديما تيديني زعما معاه في ليفول وداك الشيء، كنت نجلس معاه في الطيارة، وكان ديما الحلم ديالي زعما نكون بحالو، دونك زعما هادشي اللي خلاني زعما نوصل زعما لهاد المهنة هادي. قرايتي كلها كنت زعما درت زعما لامبوسيبل ديالي باش ندير هاد الخدمة هادي، دونك كنت مزيان في المات، مزيان في زعما في الفيزيك، كنت زعما تنركز مزيان، والحمد لله يسر الله وزعما كلشي داز مزيان. شديت الباك ديالي في ليسي الجوبغ افيك سونس مات افيك مونسيون، من بعد مشيت قريت في هذا في مونريال، درت فيها توسكي براتيك دونك الطيران، ابخي مشيت لهذا لانجلترا درت فيها توسكي تيوريك، ودرت واحد لا فورماسيون عاوتاني شي لوفتانزا في فرانكفورت، رجعت للمغرب درت توسكي ايكيفالونس مع لا دي اس اللي هي لا ديريكسيون دو لافيسيون سيفيل ماروكان، عطوني لا ليسونس ماروكان، مشيت دوزت الكونكور ديال الاخر ديال لاغام، خداوني في فيفري 2009، خدمت في الجروب ولا ماروك من فيفري 2009 حتى جانفي 2016، كنت 5 ans خدام كوم بيلوت دو لين في بوينغ 737، ابخي مي دو ديرنيغ زاني دوزتهم كوم كوموندون بور. اي بيلوت في العالم الا كان تيحب هذا المهنه ديالو يحب يخدم في احسن شركات العالم، اميريتس هي احسن شركه في العالم، دونك الحلم ديالي كان هو نجي لهنا. عندها 170 طائره في بوينغ 777 و100 طائره ايرباص 380 تتمشي زعما هذا جميع الديستينيشنز، يعني 6 قارات، والحلم ديالي كان هو نسوق زعما الطائرات وزعما نشوف جميع زعما انحاء العالم، والحمد لله مني نهار مني درت الابليكيشن ديالي هنايا قبلوني، ودابا خدام معاهم دابا 2 عام وكلشي زعما مزيان الحمد لله. عدد الساعات عندي توتال 8000 ساعه، 6500 ساعه كانت عندي في الخطوط الملكيه المغربيه و1500 ساعه في الاميريتس. كل يوم يعني تمشي ديستنيشن هذا في شكل، لما كل مره غادي مره يمكن لي نمشي للامريكان، كل مره يمكن لي نمشي للبرازيل، مره يمكن لي نمشي لهذا الاستراليا، دونك كل فول عندي فول جديد، وكل مره تمشي في طياره جديده وتمشي معايا ايكيباج جديد، دونك كلشي جديد، كل فول عندي جديد، كل فول عندي ديكوفيرت، وهذا هو اللي يخليني كل مره تنكتشف شي حاجه جديده في الخدمه. دبي هو احسن مثال ديال يمكن لك تشوف فيه كاين اكثر من 200 جنسيه، هي مدينه كوسموبوليت فيها جميع الجنسيات، دونك ما كاين حتى شي مشكل هذا في الاندماج. دبي الاخر هذا مدينه تتعاونك باش تكون هذا مندمج، تتوفر لك جميع الظروف، وشركه خطوط الامارات هي تتعاون لازم الواحد هذا في اندماج ديالو، ملي تيجي لدبي تتوفر ليه جميع الظروف الاندماج، وحتى لهنا زعما عاملونا هنا ما عندي حتى شي مشكل، كلشي داز مزيان، ما كانت زعما هذا مزيانه، كلشي داز مزيان. انا ننصحهم الا كان شي واحد عنده شي هدف ولا عنده شي طموح يشد ديك الطموح ديالو، بحيث حتى شي حاجه زعما زوينه تجي سهله، دونك الا كان شي واحد عنده شي طموح عنده شي اهداف خصو زعما خصو يصبر وخصو يكون طموح، وزعما هذا يتحدى الصعوبات كاملين اللي عنده حتى يفرج الله، وكلشي غادي يدوز ليه مزيان. مستقبل ان شاء الله نكون ان شاء الله هذا انستراكتور اكزامينر،
والإمارات فوق ما بغاوني في شي بوست هنايا كما كان، انا غنكون واجد باش ندير اللازم باش نعلي صورة الإمارات في العالم.